بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حلفو 981 فول 2 والموعد الأسبوعي الخاص بألعاب الأندرويد. سوف نتعرف على 9 منها وسوف نبدأ مباشرة باللعبة الأولى الخاصة بأجمونتد رياليتي أو الواقع المعزز، تدعى أجمونتد رياليتي تابل زومبيس. يعني هذه اللعبة إذا فتحتها لأول مرة ثم ضغطت على بلاي سوف يعطيك مجموعة من المستويات. طبعا هتختار المستوى الاول، لكن لاحظوا معي اذا قمت بتوجيهها الى يعني مثلا الطاوله فلن يحدث اي شيء، لكن اذا قمت بتفاعل يعني هذه الصوره كما تشاهدون، هذه الصوره التي تظهر لكم الحين، تقوم بتوجيهها الكاميرا او اللعبه لاحظوا معي فيظهر يعني الزومبي يحاربون كما تشاهدون يحاربون يعني الشرطه الى غير ذلك، وعليك قتلهم من وكأنك الحين يعني ما قتلته. هناك مجموعة من الأدوات في لعبة أكثر أقرب للواقع صراحة. سوف مثلا سوف أقتله، بالتالي عليك قتل يعني جميع الزومبي في هذه المرحلة حتى تستطيع مثلا أكثر من هذا قتلته الى غير ذلك. فهي نعمة جميلة جدا، أدعوك لي أولا لفتح يعني هذه السرعة مثلا على حاسوبك، ثم يعني بعد فتح الصورة على حاسوبك وجه يعني الهاتف قبل أن تقوم بتبعت حتى تشاهد يعني هذه اللعبة لأنها ممتعة صراحة. يعني كل ما اقتربت مثلا كما تشاهدون تستطيع قتلهم، فحال أولئك الشرطة سوف تساعدونهم. وهذا اللعبة الثانية المقترحة في هذا الفيديو أحمد في الله هي لعبة يعني ألعاب القوى صراحة. كما تشاهدون هناك مستويات كثيرة، سباق 100 متر، سباقات 100 متر، حواجز، ألعاب أخرى يعني. فسوف تختار هنا الدولة التي تريد ثم تضغط هنا ثم تضغط على بلاي وتنتظر قليلا. هي لعبة أقرب للواقع صراحة، ممتعة جدا للغاية كما سوف تشاهدون. سوف يدخلون سوف تضغط هنا لاحظوا ما يعطيك، يعني عندما سوف تجري يجب عليك الضغط على الدويرتين التي سوف تظهر لك هنا حتى تستطيع كما علي سبقتهم يعني اخطات يعني في قبل الانطلاق. لاحظوا معي الحين يعني بي اونو بي واحد هو انا، ويجب علي انا اصل في الاول، علي السرعة النهائية السرعة النهائية السرعة النهائية السرعة، لا اعرف كيف وصلت يعني السادس يعني العامي. تبدا عليك اعادة يعني المرحلة مرة اخرى وهكذا، والمرور الى سباقات اخرى جميلة صراحة. لعبة العاب قوى ممتعة للغاية. اللعبة الثالثة احمد في الله هي لعبة قيادة دراجة عادية يعني دراجة هوائية، وعليك الوصول في خط النهاية في اقصى وقت ممكن. اللعب مع الوقت مهم جدا كما تشاهدون، يمكن لك عمل حركات كثيرة جدا كما تشاهدون يعني للإسراع يعني إلى غير ذلك تشاهدون، بتلف عليك الوصول إلى خط النهاية في أقصى حد أقصى وقت ممكن أو أقرب وقت ممكن حتى تستطيع يعني المرور إلى مستوى آخر أكثر يعني صعوبة إلى غير ذلك أحمد الله. فهي من الألعاب الجميلة جدا التي سوف تستمتع بها صراحة. اللعبة الرابعة أحمد في الله هي لعبة يعني ألواح التزلج، لكن يجب عليك الوصول صراحة إلى خط النهاية في أقصى حد ممكن، ولديك العراقيل كما تشاهدون. هي من الألعاب الجميلة، أنا خفضت الصوت يعني لأن فيه يعني مقطع موسيقي، سوف تستمتع بها يعني لاحظوا معي بها يعني مستويات أكثر صعوبة. هذا المستوى يظهر أنه أسهل ما يكون. التلفة هي واحدة من الألعاب الجميلة التي سوف تستمتع بها أيضا مع الطبيعة الموجودة هنا. بطبيعة الحال يمكن لك الإسراع عبر سحب يعني هكذا أحمد في الله كما سوف تشاهدون. اللعب مع الوقت كما ذكرت هو المهم جدا. الرابط سوف تجدونه اسفل الفيديو. الحين وصلت الى النهاية، سوف امر الى مستوى اكثر صعوبة هكذا، يعني يمكن لك شراء بعد ذلك الواح خشبية اكثر يعني سرعة احباب في الله. اللعبة الخامسة احباب في الله هي واحدة من الالعاب الجميلة التي هي شبيهة بالجي تي اي، يعني تهرب من الشرطة كما سوف تشاهدون هذه السيارة الصغيرة.
وعليك دائما اخذ يعني الماء الذي يظهر الحين في الشارع بالاخضر كما سوف تشاهدون، وتستطيع بعد ذلك شراء سيارات يعني تكون اسرع للهروب يعني بشكل اسرع من الشرطة كما سوف تشاهدون، حين سوف تأتي ايضا الحوامات لقد تبطون يعني ما اعتقد كما سوف تشاهدون. التلفزيون هي واحدة من الالعاب الجميلة التي ادعوكم لتجربة على تلكم الارض وادعو بها مستويات كثيرة. اللعبة السادسة احبة في الله هي واحدة من الالعاب ايضا الممتعة التي لديها تحميلات كبيرة جدا. يجب عليك عندما سوف تأتي هذه الطبقات ان تقوم بتركيبها في مكانها الصحيح، وعليك الوصول الى اعلى مستوى ممكن. لاحظ معي فانا شخصيا 14، لدي المستوى 30 تقريبا كما سوف تشاهدون. 5 6 7 طبقات. بالتالي فاذا وصلت لرقم معين لا تنسى ان تقوم بكتابته في تعليق. انا شخصيا كاقصى حد يعني كنت قد وصلت الى 30. هي من الالعاب الجميلة صراحة، احاول ان اصل الى اكثر من 30 يوما. علي انا طيب الحين يعني وصلت الى اكثر، وهذا الرقم الذي وصلت اليه هو الاعلى الحين يعني اعلى سكور لدي 36، شيء رائع جدا صراحة. تدعوكم لتجربة على تلك اندرويد واكتبوا يعني المستوى الذي وصلتم اليه. اللعبة السابعة احباب في الله هي واحدة من الالعاب ايضا الجميلة والجديدة تدعم اللغة العربية. يجب عليك الوصول لخط النهاية كاول، ولكن ليس هذا فقط لانه بعد ذلك سوف يكون لك حرب يعني مع هذه السيارات. لاحظوا معي الحين يعني سبقوني. تشاهدون الوصول الى النهاية، الى خط النهاية عفوا، ثم بعد ذلك الحرب معهم. واذا افلحت يعني الحين الثاني، الحين بدأ الحرب كما تشاهدون، يعطيك فكرة حول الاشياء التي سوف تقوم بها. لاحظوا معي هنا يجب عليك ان تقتلهم جميعا. لاحظوا معي تقريبا سدد الي ضربة. هي واحدة من الالعاب الجميلة صراحة التي سوف تستمتع بها، وهي بالمناسبة جديدة ايضا وتدعم اللغة العربية. اللعبة الثامنة احباب في الله هي واحدة من الالعاب ايضا الجديدة بالمناسبة، هي لعبة القنص، لعبة حربية. يجب عليك الوصول الى هنا يعني حيث سوف تشاهد هذه القلعة التي سوف تجد داخلها يعني اعداؤك، ويجب عليك قتلهم جميعا. بمجرد ان تطلق يعني طلقة اولى خلاص سوف ينتبهون لك، ويجب لاحظوا قتلت يعني الاول. لاحظوا معي سوف احاول اقتل الثاني. وفي القلعة يوجد عدد كبير منهم صراحة كما تشاهدون هذا. هي واحدة من الألعاب الجميلة صراحة التي سوف تستمتع بها إذا أفلحت في قتلهم جميعا من دون أن يقتلوك يعني في هذا المستوى، فسوف تمر إلى مستويات أخرى كما تشاهدون. كأنه يعني تكلم اللغة العربية. جيدة. تلك هي واحدة من الألعاب صراحة الجميلة التي أدعوكم لتجربة على تلكم الأندرويد أحبابي في الله. اللعبة الأخيرة أحباب في الله هي لعبة قتالية بالمناسبة أيضا. الجميل فيها يعني أنك تحارب يعني شخصيات معروفة كسوبرمان، باتمان، إلى غير ذلك.
كل مستوى يكون أصعب. فهي الحين يعني حصلت على تحديث من الألعاب أيضا المعروفة التي أدعوكم لتجربتها على تلفزيونكم أندرويد الحين مع سوبرمان. الرابط سوف تجدون أسفل الفيديو. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وزيارتنا دائما على موقعنا www.contekna5.com والإيميل من صفحتنا على فيسبوك facebook.com/حرف صريح الجميل. ولا أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.